صباح الخير مشاهدينا، أهلا بحضراتكم. وكل يوم بيتجدد اللقاء معاكم على مدى ساعتين في هذا الصباح على شاشة النيل الأخبار. والنهاردة معانا موضوعين أساسيين. الموضوع الرئيسي عن المساعدات المصرية لقطاع غزة المستمرة على المستوى الإنساني وعلى المستوى المادي، والحقيقة أنه هذه المساعدات في كل مناحي الاحتياجات اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني. عندنا موضوع آخر عن منتدى ديفوس هذا العام اللي يعني على أجندة وعلى طاولة المناقشات فيه أكثر من ملف آني ومهم، على رأسها ملف غزة وأوكرانيا والبحر الأحمر. هل ينجح منتدى ديفوس إلى في إعادة الثقة لمستقبل العالم الاقتصادي ولا لا؟ هو ده اللي هنناقشه في حوارنا النهاردة في هذا الصباح. لكن نبتدي معاكم كالمعتاد مع مجموعة من التقارير والأخبار اللي بنغطي بيها أبرز مستجدات الأحداث عن طريق مجريات الأحداث وعن طريق أخبار العالم وتقارير المراسلين. نبتدي بإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات المصرية الفرنسية المتميزة على مختلف الأصعدة، وبالتعاون القائم بين مصر وشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية وبدورها في تطوير الموانئ المصرية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع رودولف سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع السيد رودولف سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية CMA CGM بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسيد باتريس بيرجاميني النائب الأول لرئيس الشركات الفرنسية، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الرئيس التنفيذي للشركة أطلع السيد الرئيس على تطورات المشروعات التي تقوم بها الشركة في مصر، مشيدا بمناخ التعاون السائد بين الجانبين، ومؤكدا اهتمام الشركة بتوسيع أطر هذا التعاون ليشمل مشروعات جديدة في ضوء ما يلمسونه من فرص كبيرة وواعدة للعمل في مصر في مجالات تطوير الموانئ ومراكز التجارة اللوجستية. من جانبه أثنى السيد الرئيس على العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة على مختلف الأصعدة وبالتعاون القائم بين مصر والشركة الفرنسية والدور الذي تقوم به في تطوير بعض الموانئ المصرية وتعزيز كفاءتها اللوجستية والاستيعابية، بما يدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية. يأتي اللقاء في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة ومناقشة أساليب تطوير الأداء والقدرات بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسؤوليات الوطنية لحماية الوطن وصون مقدساته. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة ومناقشة أساليب تطوير الأداء والقدرات بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسؤوليات الوطنية لحماية الوطن وصون مقدساته. تضمن اللقاء عرضا تقديميا لعدد من قادة القوات المسلحة، تناول عددا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، وكذلك أساليب العمل داخل القوات المسلحة وإجراءات تطويرها وتحديثها. كما قام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عدد من القادة والضباط تقديرا لتميزهم في أداء المهام المكلفين بها. وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المكلفين بها على أكمل وجه، مؤكدا أن القوات المسلحة حريصة على بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكاناتها القتالية والفنية في كافة التخصصات، بما يمكنها من تنفيذ مهامها في الدفاع عن الوطن، بجانب دورها الداعم لمسيرة تنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة. وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي للوحدات والتشكيلات، والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للفرد المقاتل بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية، والمحافظة على الأسلحة والمعدات والمركبات، لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أي مهمة تسند إليها تحت مختلف الظروف. أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددا التزام مصر الراسخ منذ بدء الأزمة في قطاع غزة بالعمل على استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع على الرغم من العراقيل المتعمدة التي يضعها الجانب الإسرائيلي. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية بسيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وذلك في أول زيارة لها إلى المنطقة عقب توليها المنصب. وقال المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد إن مناقشات وزير الخارجية والمسؤولة الأممية تناولت الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. تسلم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة 40 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري في ساحة معبر رفح بمحافظة شمال سيناء، وتحتوي الشاحنات على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية، وتبذل مصر كل ما في وسعها لضمان سرعة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة واستمرار فتح معبر رفح مع تخصيص مطار العريش الدولي لاستقبال شحنات الإغاثة الجوية القادمة من الخارج. استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين جراء غارات إسرائيلية عنيفة على المناطق الغربية لمدينة غزة، واستهدف قصف جوي إسرائيلي مخيم جباليا شمال القطاع وخان يونس جنوب القطاع. وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 24,285 شهيد و 61,154 مصاب. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وبشكل خاص منطقة خان يونس كبرى مدن جنوب القطاع الذي أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل استهدافه في المرحلة المقبلة رغم تخفيف وطأة القصف على مناطق في شمالي غزة. بعد يوم من سحب الفرقة 36 الإسرائيلية من قطاع غزة، تعرضت مناطق في جنوب قطاع غزة لقصف إسرائيلي عنيف، حيث تركزت العمليات على منطقة خان يونس كبرى مدن جنوب القطاع. قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بقصف مجمع سكني بخان يونس، حيث أظهرت لقطات حجم الدمار الواسع الذي خلفته داخل تلك المنطقة، حيث أعلنت إسرائيل من قبل أنها تنوي تفريغ شمال غزة حتى منطقة خان يونس من السكان. وبعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال مقتل جنديين وإصابة آخرين في معارك بقطاع غزة، وقعت اشتباكات عنيفة في حي التفاح بمدينة غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال. وفي مخيم النصيرات قصفت كتائب القسام قوات إسرائيلية متمركزة بقذائف الهاون، ما أسفر عن إصابات مباشرة للقوات الإسرائيلية. وردا على العدوان الإسرائيلي، قامت كتائب المقاومة بإطلاق رشاقات صاروخية استهدفت مناطق بغلاف غزة. وتأتي تلك التطورات بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي واف جالانت أن مرحلة العمليات المكثفة شرفت على نهايتها في شمال قطاع غزة، لكن الأمر سيتواصل في الجنوب وسيتم الانتقال إلى المرحلة التالية بحسب قوله. كما أبقى الجيش الإسرائيلي على 3 فرق عسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك الفرقة 162 التي ستتمركز شمالي القطاع لتنفيذ الغارات والمداهمات وعمليات مركزة
تستهدف فصائل المقاومة الفلسطينية في المنطقة. أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع إسرائيل من أجل زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن إسرائيل تحولت الآن إلى مرحلة أقل شدة من العمليات العسكرية في جنوب وشمال قطاع غزة، وهو ما يمهد الطريق للعمل على زيادة كميات المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ومع استمرار الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة، يواجه أهالي القطاع كارثة إنسانية متسارعة نتيجة محدودية المواد الغذائية والإغاثية. وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 80% من سكان القطاع يواجهون الجوع الكارثي. كارثة إنسانية متسارعة في قطاع غزة نتيجة محدودية المواد الغذائية والإغاثية نتيجة الحصار الإسرائيلي على القطاع، حيث باتت تستخدم إسرائيل الغذاء كسلاح. فطبقا للأمم المتحدة، أصبح سكان غزة يمثلون الآن أكثر من 80% من جميع الأشخاص الذين يواجهون المجاعة أو الجوع الكارثي، ما يمثل أزمة إنسانية لا مثيل لها في قطاع غزة وسط استمرار القصف والحصار الإسرائيلي. ومع استمرار عمليات النزوح وتكدسهم بالجنوب، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن شبح المجاعة يخيم على سكان غزة مع مخاطر تفشي الأمراض وسوء التغذية والتهديدات الصحية الأخرى، معربا عن القلق البالغ بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني، خاصة مع عجز الأمم المتحدة وشركائها عن توصيل المساعدات بشكل فعال في ظل استمرار القصف العنيف والمتواصل وواسع النطاق على غزة. وفي جنوب مدينة رفح وبخيم من القماش، يعاني الفلسطينيون من البرد القارس، حيث قالت وكالة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية أوتشا في تقرير لها إن هناك نقص في مواد التدفئة بالخيم والبطاطين، مع نقص حاد في الوقود والحطب. فسكان القطاع يعيشون في الوقت الحالي في ظروف في غاية القسوة، حيث يقيمون في العراء وليس لديهم من الملابس أو الأغطية ما يحميهم من برد الشتاء القارس، ما يجعل الحياة شبه مستحيلة لمئات الآلاف من النازحين في القطاع والذين اضطروا إلى ترك منازلهم منذ عدة أشهر، مخلفين وراءهم كل متعلقاتهم. شنت إسرائيل غارات كثيفة على واد في جنوب لبنان. وقال مصدر أمني في لبنان إن القوات الإسرائيلية استهدفت وادي السلوقي بأكثر من 14 غارة. في تطور جديد لمستجدات الأوضاع في لبنان، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية سلسلة غارات كثيفة على واد في جنوبي لبنان. مصدر أمني لبناني أشار إلى أن قوات الاحتلال استهدفت وادي السلوقي بأكثر من 14 غارة، زعمت إسرائيل بأنه يأوي مواقع مسلحة لحزب الله. المصدر أوضح أن وتيرة القصف هي الأعنف على المكان ذاته منذ بدء المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر الماضي، غادة اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأعلن حزب الله في بيانات متلاحقة استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين ومواقع عسكرية ردا على العدوان الإسرائيلي على مناطق حدودية. مصادر رسمية في لبنان ذكرت في الوقت ذاته أن قصفا إسرائيليا طال عددا من البلدات في جنوبي البلاد. ومنذ اندلاع الحرب في غزة تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف، ويعلن حزب الله استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية دعما لغزة وإسنادا لمقاومتها، بينما يرد الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعية يقول إنه يستهدف بنا تحتية للحزب وتحركات للمقاتلين قرب الحدود. ومنذ بدء التصعيد على جانبي الحدود استشهد نحو 200 شخص في لبنان، بينهم 141 عنصرا من حزب الله وأكثر من 20 مدنيا بينهم 3 صحفيين. وفي إسرائيل أعلن جيش الاحتلال مقتل 9 جنود و6 من المدنيين. أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن الولايات المتحدة تسعى إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط رغم ضرباتها على الحوثيين في اليمن.
وأوضح ساليفان في كلمة له أمام منتدى ديفوس في سويسرا أن الولايات المتحدة ترى سبيلا لعدم توسع رقعة الحرب في قطاع غزة إقليميا، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل العمل مع شركائها في المنطقة لمحاولة إيجاد مسار يوقف توسع النزاع. أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن استهداف سفينة كانت متجهة إلى إسرائيل، وأضافت الجماعة أنها استهدفت السفينة بعدما رفض طاقمها الاستجابة لتحذيرات منها رسائل تحذيرية نارية، مجددة التأكيد على أنها مستمرة في قرار منع ملاحة السفن الإسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل. في ثالث عملية أمريكية من نوعها في اليمن وفي أقل من أسبوع، توجه القوات الأمريكية ضربات لأهداف تابعة لجماعة الحوثي، تقول إنها كانت تهدد سفن الملاحة في البحر الأحمر. القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى كشفت في بيان لها أنها استهدفت 4 صواريخ باليستية لجماعة الحوثي كانت معدة للإطلاق وتشكل تهديدا لسفن نقل البضائع ولسفن البحرية الأمريكية. الضربات الأمريكية تأتي عقب استهداف جماعة الحوثي في اليوم نفسه لسفينة شحن ترفع على مالطا بصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر على بعد نحو 76 ميلا بحريا إلى شمال غرب صليف في اليمن. كما يأتي الهجوم غداة إعلان جماعة الحوثي لاستهداف سفينة أمريكية في خليج عدن ردا على الغارات الأمريكية والبريطانية الأسبوع الماضي. أوضحت الجماعة أنها استهدفت السفينة بعدما رفض طاقمها الاستجابة لتحذيرات منها رسائل تحذيرية نارية، مجددة التأكيد على أنها مستمرة في قرار منع ملاحة السفن الإسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل حتى يوقف جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة. وشنت القوات الأمريكية والبريطانية الأسبوع الماضي غارات استهدفت 30 موقعا في اليمن، كما استهدفت القوات الأمريكية في وقت لاحق قاعدة جوية في صنعاء خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي منذ العام 2014. عودة إلى الشأن المحلي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك مخططا تنمويا تم التوافق عليه لتحقيق التنمية الشاملة في شمال ووسط سيناء. وفي هذا الإطار تم بالفعل الموافقة في الاجتماع السابق لمجلس الوزراء على البدء في إنشاء عدد من التجمعات التنموية التي تخدم أهالي سيناء. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لاستعراض ومتابعة خطوات تنفيذ مسار تنموي وزراعي بشمال ووسط سيناء. وخلال الاجتماع تناول وزير الزراعة بالشرح خطة تنمية الأراضي التي يتم توصيل المرافق لها، كما استعرض وزير الكهرباء موقف توصيل الكهرباء لمشروعات الاستصلاح الجديدة التي يتم العمل عليها حالياً. أعلن رئيس البورصة السلعية الدكتور إبراهيم عشماوي أنه تم تغيير اسم البورصة المصرية للسلع إلى البورصة السلعية، وذلك لتجنب الخلط بينها وبين البورصة المصرية لتداول الأسهم، مشيرا إلى أنها تناولت نحو 105 ملايين طن من السلع وتنفيذ ما يقرب من 19 ألف عملية بإجمالي 19 مليار جنيه منذ انطلاق التداول بالبورصة السلعية في 27 نوفمبر 2020. باستعراض ما تم إنجازه على مدار العام الماضي 2023، عقدت البورصة المصرية للسلع مؤتمرها السنوي الأول لاستعراض أنواع وكميات السلع التي تم تداولها عبر منصتها حتى الآن. في أول مؤتمر صحفي بنعلن فيه عن أداء البورصة السلعية بعد تعديل اسمها من البورصة المصرية للسلع لتصبح البورصة السلعية. تم تأسيس البورصة السلعية في أغسطس من عام 20، وتم التداول على هذه المنصة في نوفمبر من عام 22. حجم التداول وصل إلى 19 مليار جنيه على مستوى 9 سلع، هي أهمها سلعة الأقماح والسكر والذرة والنخالة أو الردة، إضافة إلى الفضة والذهب من سبائك.
تعد البورصة المصرية للسلع أحد الأسواق الإلكترونية المنظمة لتداول السلع الجاهزة والقابلة للتخزين، كما أنها آلية هامة للتسعير، وذلك من خلال تفاعل قوى العرض والطلب. 9 سلع بيتم تداولها حاليا، إن شاء الله بنستهدف 3 سلع أخرى في عام 24، سواء سلع بتروكيماوية أو سلع زي الأقطان. إحنا الحقيقة بنستهدف مضاعفة حجم التداول خلال الفترة القادمة. زي ما ذكرت، إحنا حصل عندنا 210 جلسة حتى نهاية ديسمبر من عام 23، بنستهدف 200 جلسة أخرى حتى نهاية عام 24. تهدف البورصة المصرية للسلع إلى توفير قدرا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصتها، ما يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين. البورصة السلعية تعد خطوة متميزة من قبل القائمين على الاقتصاد المصري للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات في هذا المجال. منذر أبو دوح، النيل الأخبار. وصلت السيدة سيغريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة إلى مطار العريش منذ قليل، حيث ستقوم بزيارة للمركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية في العريش والتابع للهلال الأحمر المصري. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر على الهواء مباشرة الزميل محمد عبد الصبور من العريش. صباح الخير محمد، وما هي التطورات لديك؟ صباح النور زميلتي العزيزة. منذ قليل بالفعل وصلت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة أعمار غزة إلى مطار العريش، ثم بعد وصولها ستأتي إلى هذا المكان وهو المركز اللوجستي التابع للهلال الأحمر المصري، حيث مكان تخزين المساعدات الإنسانية والإغاثية والإيوائية، وستتفقد المساعدات التي تقدم لأهالي قطاع غزة، سواء المساعدات المصرية أو مساعدات الدول العربية أو الأجنبية، أو أيضا المساعدات التي تقدمها المنظمات الإقليمية والعالمية التابعة للأمم المتحدة، مثل برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسيف والأونروا وغيرها. أيضا ستستمع إلى شرح من مسؤولي الهلال الأحمر في شمال سيناء عن حجم المساعدات وكيفية إدخالها إلى قطاع غزة، وأيضا ستستمع إلى الصعوبات التي تواجه الهلال الأحمر المصري في التعامل في قطاع غزة من حيث الإجراءات التفتيشية من الجانب الإسرائيلي، وأيضا الصعوبة التي يلاقونها في توصيل هذه المساعدات. ثم بعد ذلك ستتوجه إلى معبر رفح مرورا إلى قطاع غزة، ثم بعد ذلك ستتجه إلى معبر نتسانا إلى القدس. هذه الزيارة تحمل الكثير من الدلالات والكثير من الأهمية. أولا، هو منصب جديد استحدث في ديسمبر الماضي بناء على قرار من مجلس الأمن. الأمر الثاني، هي يعني بتحذو نفس خطى الأمين العام للأمم المتحدة في يعني تحميل إسرائيل المسؤولية الكبيرة عن عدم دخول المساعدات بالشكل الكافي، بالإضافة إلى مطالبتها الدائمة والمستمرة بوقف إطلاق النار كضمانة رئيسية لوصول هذه المساعدات الإنسانية، وأيضا عن الوضع الكارثي وتدهور الأوضاع الإنسانية والصحية الكبير في قطاع غزة، ويجب إنهاء هذه الأمور في أسرع وقت، ويجب إجراء نوع من التهدئة ضمانا لوصول هذه المساعدات الإنسانية والغذائية بشكل كافي. كما تستمع هناك أيضا إلى الأونروا وإلى الهلال وإلى الصليب الأحمر، وتستمع إلى كافة الجهات المعنية ومنسقي الشؤون الإغاثية التابعين للأمم المتحدة للإطلاع على كل ما يدور في قطاع غزة، ثم نقل الصورة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. إذن هي زيارة من المتوقع أن يعول عليها كثيرا في إنجاز كثير من الملفات، وفي مقدمتها توسيع وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية إلى قطاع غزة. هذه المسؤولة مسؤولة فقط عن المساعدات الإنسانية والإغاثية، لكن هل هناك حديث عن وقف إطلاق نار مثلا أو مفاوضات للتهدئة الأمنية؟
نعم، يعني في النهاية هي خلال لقائها طبعا في القاهرة مع الجهات المعنية كانت دائما بتدعو وتتفق رؤيتها مع السيد سامح شكري وزير الخارجية بضرورة وقف إطلاق النار، وهي عندما يعني ستذهب إلى غزة أيضا ستذهب إلى القدس للقاء مسؤولين إسرائيليين وأيضا للاستماع إلى الجهات في قطاع غزة وتحديدا الجهات الإنسانية. هي لديها مهمتان، هي إعادة الأعمار ومهمة إنسانية، ولكن هذه المهمات لكي تتم لابد من وقف إطلاق نار لإيصال المساعدات، وأيضا لابد من وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب للوصول إلى المرحلة الثانية وهي إعادة أعمار قطاع غزة. فبالتالي هي محملة بملف هام وهو وقف إطلاق النار على نفس نهج جوتريش الأمين العام للأمم المتحدة. فبالتالي هي ستسير في هذا الاتجاه، الضغط على الحكومة الإسرائيلية وأيضا الضغط على المجتمع الدولي، ويجب أن يتحمل مسؤولياته في إنهاء هذا الصراع الدائر في قطاع غزة، ويعني ما يقرب من 24 ألف من المدنيين قتلوا معظمهم من الأطفال والنساء. كل هذه الأمور يعني ستحملها للمجتمع الدولي في إطار ضرورة إنهاء الصراع وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. نعم، الزميل محمد عبد الصبور من العريش، شكرا جزيلا لك. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي حرص الوزارة الكامل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسواق وأسعار عادلة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن. جاء ذلك في تعقيب الوزير وزير التموين على 94 طلب إحاطة وسبعة أسئلة وعدد من طلبات المناقشة العامة بمجلس النواب بشأن الرقابة على الأسواق. أكثر من 98 أداة رقابية مقدمة من النواب للحكومة ممثلة في وزارة التموين، وعلى ذلك ومن منطلق دوره الرقابي في متابعة أداء الحكومة جاء استعراض مجلس النواب لعدد من طلبات الأحاطة والمناقشة العامة والأسئلة بشأن الرقابة على الأسواق ومواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار غير المسبوق. هذا إلى جانب استيضاح خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية في مواجهة أزمة الغذاء العالمية. كذلك طالت طلبات الإحاطة تقنية بطاقة التموين وتصويب منظومة الدعم والخبز وإنشاء المخابز والمطاحن وتطوير مكاتب التموين. وفي معرض رده على ما جاء بطلبات المناقشة أعلن وزير التموين مسؤوليته كممثل للحكومة عما طرحه النواب من مشكلات. أنا مسؤول وممثل الحكومة ومسؤولا ضمنيا على كل ما حضراتكم قلتوه، إنما نعلم إن في حاجة اسمها جهاز المنافسة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في حاجة اسمها جهاز حماية المستهلك ويتبع برضو عشان دي أجهزة قومية تتبع رئيس الوزراء، ولكن عندي تفويض بالإشراف عليه لعلاقته الوثيقة بوزارة التموين. أمال إحنا موجودين إيه؟ منوطة وزارة التموين بالإشراف على السلع التموينية والتعاون في موضوع الأسواق والرقابة على الأسواق. كما أعلن الوزير أنه تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء لمتابعة السلع الاستراتيجية بالأسواق. تم إنشاء لجنة عليا برئاستي وموجود فيها بقى إيه؟ رئيس حماية المستهلك، رئيس مباحث التموين، رئيس الرقابة، رئيس كذا، فكل دول كلجنة عليا. وتم عملها أمانة فنية للمتابعة، وتم عمل ذلك على مستوى كل محافظة ومستوى كل مركز أو إدارة تموينية. هدفهم متابعة كافة تنفيذ القرارات اللي هي لازمة للإفصاح والإعلان عن السلعة، مع كذلك لابد من التعامل بالفواتير الإلكترونية. وبعد انتهاء المناقشات أحال رئيس المجلس بيان الوزير ومداخلات النواب وطلبات الأحاطة والمناقشة إلى اللجان المختصة. جلسة ساخنة مارس خلالها النواب دورهم الرقابي في متابعة أداء الحكومة، فلا يخفى على أحد ما تشهد الأسواق المصرية من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، وبطبيعة الحال النواب ليسوا ببعيدين عن هذه الأمور، وعلى ذلك جاءت مناقشة مجلس النواب لعدد من طلبات الأحاطة والمناقشة العامة والأسئلة موجهة لوزير التموين بشأن الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار وضبط الأسعار. من مجلس النواب محمود إسماعيل، النيل للأخبار.
قال الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار في حوار خاص للنيل الأخبار أنه تم ميكنة نحو 30 موقع أثري كمرحلة أولى، حيث تشمل الميكنة حجز التذاكر لزيارة تلك المواقع الأثرية. وأضاف رئيس قطاع المتاحف أنه يجري حاليا الانتهاء من أعمال تطوير قصر الأمير محمد علي توفيق والمتحف الأتوني بالمنيا تمهيدا لافتتاحهما. اهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نجريه مع الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الاعلى للاثار. دكتور مؤمن برحب بك عشت النيل الاخبار، كلمنا عن احتفاليات اليوم الخاصه بتطبيق الطاقه الشمسيه في عدد من المتاحف واهميه ده في تقليل نسبه الكربون. دي قضيه مهمه جدا، ودي قضيه عالميه، ليست قضيه مرتبطه ايضا بالجغرافيا المصريه، دي قضيه عالميه اللي هي الانبعاثات الكربونيه الزائده اللي تسببت في الفتره الاخيره في التغير المناخي اللي موجود. الاستخدام الطاقه الشمسيه هو فكر مرتبط بحاجه مهمه جدا احنا شغالين عليها، اللي هو فكر الاستدامه. فكر الاستدامه دائما ما ياتي بقضيه المناخ اللي احنا بصدد التحدث عنها النهارده. استخدام الطاقه الشمسيه هي احد الحلول، او الخلايا الشمسيه كجزء من الطاقه هو احد الحلول الهامه جدا لتقليل الانبعاثات الكربونيه، لان دي طاقه بديله، دي مهمه جدا، وبيطلق عليها طاقه بديله، واحيانا ما يطلق عليها طاقه نظيفه ايضا. احنا استخدمنا في بعض المواقع الاثريه وبعض المتاحف هذه الطاقه البديله او الطاقه النظيفه عشان تقلل الانبعاثات الكربونيه. بدانا بمجموعه من المتاحف ومجموعه من المناطق الاثريه. المتاحف اللي انتهينا منها تقريبا كان متحف القومي في الاسكندريه ومتحف المجوهرات ايضا وفي الاسكندريه، والمتحف قصر المانيا اللي بيستضيف هذا الحدث الهام ده متحف هام جدا ايضا، ومنطقه ومتحف شرم الشيخ. متحف شرم الشيخ في منطقه الاهميه لان شرم الشيخ بتتحول تدريجيا لجرين سيتي لمدينه خضراء. ايضا بعض المناطق الاثريه مش منطقه الزوار في الاهرام دي برضو مهمه جدا. لازم تكون لدينا حلول ابتكاريه عشان نواجه القضيه دي قضيه عالميه، ولازم تكون مصر جزء من وضع الحلول الابتكاريه دي. المرحله الجايه هنطبق فين فندم المشروع؟ المرحله هتطبق ايضا في، اخترنا بعض المواقع حوالي 5 متاحف يعني او 6 متاحف في الحقيقه، وهنبدا ندرس الموضوع، لان كانت استخدام البانل سولار بانلز دي الالواح الشمسيه دي لازم يتم باختيار جيد، سواء في اختيار الاماكن دي داخل المتاحف علشان ما يشوهش المنظر العام للمتحف والابنيه التاريخيه اللي موجوده. اخيرا فندم، تطبيق نظام الكتروني في المتاحف وفي اصدار التذاكر وايضا افتتاحاتكم خلال الفتره القادمه. هو النظام الالكتروني دوت بيحقق مهمه جدا، اول حاجه بيحقق لك مبدا الشفافيه، دي مهمه، مفيش اي تلاعب قد يحدث. تاني حاجة عملية الإسراع في الكرتونة، استخدام التذاكر الورقية دي كانت، وعلى فكرة ده جزء أيضا من فكر الاستدامة، إنك أنت ما تستخدم الورق يكون قليل جدا، مينيمايز يعني، تقلل بقدر المستطاع استخدام الورق إلى حد بعيد كتبادل يعني. فالتذاكر الإلكترونية دي في غاية الأهمية، وإحنا تقريبا بدأنا بحوالي 30 موقع في استخدام، أعتقد 30 موقع ده اللي بدأنا بيه دلوقتي في ازدياد. أنا كل يوميا بيجي يعني الناس الزملاء المسؤولين عن هذا الملف يوميا بيختاروا بعض الأماكن والمتاحف الجديدة سواء في القاهرة أو خارج القاهرة وفي الاقاليم علشان بيدخلوا عمليه التذاكر الالكترونيه بشكل دوري. فدي من الملفات المهمه جدا، وللوزاره حققت فيها انجازات سريعه وظاهره يعني. حتى فندم افتتاحات، احنا يعني الافتتاحات في فين اكلمكم عن هنا متحف قصر محمد علي بالمانيال، احنا شغالين في المتحف الخاص، دي هتبقى مفاجاه لكل المهتمين بالتراث المصري، خصوصا التراث المصري المتعلق بالفتره الملكيه. في روائع من الفنون هتم عرضها، ودي بعد غلق حوالي 30 عاما للمتحف دوت، احنا بنعرضه بشكل متطور جدا ومبتكر جدا كعاداتنا يعني دلوقتي، ان احنا بنقدم شكل جيد وكواليتي عالي جدا عشان يليق بالحضاره المصريه والتراث المصري. في متحف شغالين ايضا على متحف اخناتون الاتوني في المنيا، وده تحدي كبير جدا ان كان في مشاكل فيه سواء مشاكل تمويل او مشاكل فنيه، احنا بدانا نحلها ان شاء الله. فاحنا لازم ده مشروع انا بعتبره من اهم المشاريع اللي هتتم خلال الفتره الجايه، متحف الاتوني بالمنيا. شكرا جدا دكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، شكرا. شرفت.
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن المدارس الفنية مجهزة بأحدث المعامل التكنولوجية وتخلق فرص عمل للشباب. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها وزير الاتصالات بمحافظة الصعيد، وزار فيها إحدى المدارس التطبيقية التكنولوجية التابعة لوزارة الاتصالات بمدينة أسيوط. انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية والدولة بالتعليم المهني والفني ونشر ثقافة التعليم الفني بإرثاء قواعده من خلال مدارس فنية وتكنولوجية، قام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظ أسيوط بزيارة وتفقد أحد المدارس التطبيقية التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط. الفكرة في مدارس وي أنها مدارس لا تقبل إلا المتفوقين فقط، المتخرجين من المرحلة الإعدادية، تقرن التعليم الأكاديمي النظري بالجانب العملي من خلال معامل على أعلى مستوى موجودة في كل المدارس، من خلال فرص تدريبية في كبريات الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هم دول من المستقبل بتوع البلد بإذن الله تعالى، دول مستقبل مصر بمشيئة الله تعالى، ده الدولة تستثمر فيهم. لازم نزرع جواهم، نغرس جواهم انتمائنا لبلدنا، حبنا لبلدنا، حبنا لمصر، ان احنا لما نكبر باذن الله تعالى نخدم على بلدنا وعلى اهالينا. اعداد وتاهيل جيل من الطلاب من خلال برامج تكنولوجيه حديثه وخلق كوادر من الطلبه قادره على مواكبه التطور التكنولوجي ابرز ما اكد عليه القائمون عليها. السنة دي تم استقبال عندنا 70 طالب وطالبة في المرحلة الأولى، وإن شاء الله بإذن الله السنوات القادمة هيكون عندنا أعداد أكبر. مدرسة مؤهلة طبعا بالمعامل وعلى أحدث تقنيات والورش، زي ما شفنا برضو الفصول وتفاعل الطلبة واهتمامهم بالمدرسة. طلبة زي ما شفنا عندنا أوائل على الجمهورية والتحقوا بمدرسة ويلي تكنولوجيا التطبيقية، وإحنا حقيقي فخورين إن إحنا قدرنا إن إحنا نرسي سمعة طيبة في المجتمع خلال 4 سنوات السابقة. الطلاب أكدوا أن التحاقهم بتلك المدارس المهنية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا سوف يؤهلهم لسوق العمل ليصبحوا قادرين على المنافسة بالداخل والخارج. أول حاجة وأحلى حاجة يعني حبيتها هنا التحول الاحترافي، إن هي بتدعمني شخصيا. اتعلمت كتير هنا في المدرسة، مثلا الاي تي والتلي والندوات، حاجات بتعلمنا الحاجات ديتي عشان ندخل على الجامعة مستعدين، يعني زي طلاب الجامعين. يعني طلاب الجامعين في اللي بيدخل دلوقتي ما بيكونش لسه خد الحاجات دي، لسه هيتدرب عليها، فدي حاجة بتأهلنا ليها وكويسة جدا. التكنولوجيا العصر ده هي المطلوبة، وهنا في مدارس وي بيركزوا على حتة الاحترافية، الشخصية الاحترافية اللي هو النظام وتغيير الشخصية والضبط وإدارة الوقت وحاجات كتيرة، يعني بتساعدني ان انا اتأهل لسوق العمل. وهنا في تخصصات كتير زي الاي تي والتلي وحاجات كتيرة، يعني اهم حاجة فيها ان انا باخد عملي. توفرنا فرص عمل، ممكن لما نكمل كلية لما نخش في الوظيفة على طول. إذن هي مدارس فنية ذات طابع خاص، يخرج طلابها مسلحين بسلاح العلم وبأحدث التكنولوجيات العالمية ليصبحوا قادرين وبحق على المنافسة في كل مناحي الحياة. تعيد دار الأوبرا المصرية إنتاج عملين من أشهر وأهم الأعمال في تاريخ الأوبرات الواقعية، وهما الشهامة الريفية والمهرجون، وذلك من خلال فرقة أوبرا القاهرة. تجسيدا لخطط وزارة الثقافة الرامية إلى تقديم نوادر الأعمال العالمية في مختلف أنواع الفنون الجادة، تعيد دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر إنتاج أوبرا قصيرة من أشهر وأهم الأعمال في تاريخ الأوبرا الواقعية، وهي الشهامة الريفية. قصة العرض هي العرض ده هو من مدرسة اسمها فيرسيمو أوبرا أو الأوبرا الجادة، دي حضرتك بتبقى أواخر القرن ال19 أو القرن ال20، بتتكلم عن الأحداث الواقعية، يعني اللي هي بتبقى دايما ممكن نشوفها في كل حياتنا اليومية،
هي بتبقى عبارة عن البطل بيبقى بيحب واحدة، بعدين بيروح للخدمة العسكرية، فلما بيرجع من الجيش بيلاقي ان حبيبته اتجوزت حد تاني. هي اوبرا كافاليريا روستيكانا، اوبرا شهامة الريفية، ترجمتها شهامة الريفية، وانا دوري سانتوتسا هي بطلة العرض تعتبر. مفروض ان توريدو هو حبيبي في الاوبرا، وكان مفروض ان هو احنا متوعدين على الحب، ويعني ومفروض هو يعني معايا انا، وبعد كده راح سابني وراح للولا اللي هي متجوزة الفيو. فطبعا كل الاوبرا بتدور حوالين الغيرة بيني وبين لولا. انا مامة البطل، ماما لوتشيا مفروض، ويعني بسنده بقى في الأوبرا وكده، بس بسمع برضو لسانتوتسا اللي هي البطلة اللي هي حبت ابني، فبتشتكي لي يعني عن حاجاته كده انه هو برضو في خيانة وكده، فأنا بحاول أبقى متعاطفة معاها وفي نفس الوقت ببقى يعني مخدودة على ابني. يعني تدور قصة أوبرا الشهامة الريفية حول دراما اجتماعية، كما يؤدي شخصيات أوبرا الشهامة الريفية مجموعة من الفنانين المصريين. عجبني طبعا اداء الممثلين، الاداء بتاعهم المسرحي والاداء الصوتي كمان، اداء الاوركسترا نفسها، اوركسترا القاهره طبعا، كل سولو يعني كان مميز عن التاني. لا العرض النهارده كان حلو جدا بصراحه، كان مليء من الايموشنز، وبصراحه يعني حاجه حلوه جدا ان يبقى في عرض بالمنظر ده هنا في مصر، ودي حاجه حلوه جدا بصراحه. الجدير بالذكر أن بيترو ماسكاني مؤلف موسيقي إيطالي اشتهر بأعماله للأوبرا وسمي أبو الأوبرا الواقعية، التي ظهرت في الساحة الموسيقية في إيطاليا في آخر 10 سنوات في القرن 19. تتواصل فعاليات المهرجان السنوي صيد الأسماك على الجليد في هواتشون، وهي بلدة جبلية نائية شمال كوريا الجنوبية. من المتوقع أن يجذب المهرجان الذي يستمر حتى 28 يناير أكثر من 1,000,000 زائر، مما يحول هواتشون التي يبلغ عدد سكانها 24,000 نسمة إلى مدينة مهرجانات عالمية في فصل الشتاء. ويطلق منظمو المهرجان 160 طنا من الأسماك في النهر المتجمد الذي يغطي مساحة 61 مترا مربعا خلال المهرجان هذا العام. ويتصدر مهرجان الشتاء السنوي عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم في السباق، حيث يحاول آلاف السائحين اصطياد الأسماك من خلال ثقوب محفورة في سطح النهر المتجمد، ويشاركون في صيد الأسماك باليد والتزلج. كشف متنزه إيفرلاند الترفيهي في جنوب سول في كوريا الجنوبية عن توأم دببة الباندا روي باو الكنز الحكيم وهوي باو الكنز المذهل لأول مرة أمام الصحافة. وأشارت حديقة الحيوان إلى أن نحو 500,000 شخص صوتوا عبر الإنترنت لاختيار اسمين لتوأمين الباندا اللذين ولدا في 7 يوليو الماضي. ومنذ ولادتهما تنشر حديقة الحيوانات مقاطع فيديو توثق نموهما، تمت مشاهدتهما عن طريق ملايين المرات. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قدم أي باو ولو باو، وهما والدا الباندا التوأم، لكوريا الجنوبية عام 2016. وفي يوليو 2020 أنجبا ابنتهما فو باو، وتشكل أول باندا عملاقة تولد طبيعيا في كوريا الجنوبية. دي كانت مجموعة من الأخبار بدأنا بها معكم يومنا في هذا الصباح. موجز الأخبار على رأس الساعة من بعد حواراتنا في هذا الصباح مع زملائي. شكرا لكم.